يقطع الشاب ديار مسافة 200 كيلومتر من مدينة المالكية إلى مدينة الحسكة لتقديم امتحاناته بعد إغلاق ما يسمى الإدارة الذاتية المدارس الحكومية في مدينته. اسمي ديار أحمد شاشان من المالكية جماعة 227. أنا حلمي هدفي أنه أدخل كلية الطب. مع الأسف يعني السنة الأولى ما مفضلة كانت عالية ما سمح لي أنه أدخل الكلية، ويعني كان عادي بالنسبة لي أنه أقدم سنة ثانية، هلا يعني ان شاء الله نجيب علامة تامة كويسة. ويشبه حال ديار حال آلاف الطلاب الذين أغلقت مدارسهم لكنهم تمسكوا بالمناهج الحكومية لتأمين مستقبلهم والحصول على الدراسة الجامعية. قحطانية فغاد ما في مدارس، جيت أقدم هون في الحسكة. أنا جمعت بالدور السنة الماضية 210 من أصل 240، فعندي دافع لتحقيق علامة أكبر ونجاح أكبر إن شاء الله. جاي من الشدادي وأقدم امتحان هنا، كنا عندنا المدارس مغلقة، كنا هنا قاعد نسوي دورات، ونجي هون نقدم ونرجع، منحضر ونرجع. جاي من عمدة للحسكة مشان أقدم امتحان مشان أأمن مستقبلي. أنا طالب أدبي من تلتمر قرية ترسخر، جيت أقدم امتحانات ونجح ويعيد، جيت لأكمل مدرستي وأقدم. وتعمل الجهات الحكومية على تسهيل تسجيل ووصول الطلاب وتمكينهم من تقديم امتحاناتهم بأجواء امتحانية مناسبة. على الرغم من كل ما تقوم به ما تسمى الإدارة الذاتية من إغلاق المدارس ومنع تدريس منهاج الجمهورية العربية السورية ومنهاج وزارة التربية، إلا أن أهالي وطلاب محافظة الحسكة مصممين على الاستمرار وفق منهاج وزارة التربية. اليوم يتقدم في محافظة الحسكة 9800 طالب يتقدمون في منطقتي مدينتي الحسكة والقامشلي، موزعين على مراكز امتحانية يقطعون المسافات البعيدة من ريف المالكية وأيضا ريف الرقة ومنطقة عين العرب ومنطقة الجنوب من مرقدة والشدادة ومنطقة العريشة من الصباح الباكر للوصول إلى هذه المراكز الامتحانية. تشكل امتحانات الشهادة الثانوية في الحسكة تحديا للطلاب ومديرية التربية الذين تجاوزوا معا كل العقبات والصعوبات بهدف ضمان استمرارية التعليم. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.